أعزائي المشاهدين، بجدد اللقاء بيكم مرة تانية بعد انتهاء فقرة زميلي محمد ريان، ودلوقتي معادكم مع الفقرة التانية من برنامجكم آخر الأسبوع، بروباجندا الأسبوع. الأسبوع اللي فات وخاصة يوم الثلاث، الأرصاد الجوية أعلنت أنه بكده يكون انتهى فصل الصيف رسميا، وأن احنا بدأنا في فصول الخريف والشتاء. فئة كبيرة جدا من الناس طبعا بتحب الشتاء وبتربطه بحاجات كتير جدا زي ريحة القهوة وصوت فيروز وحاجات كتير حلوة جدا، لكن فئة تانية برضو من الناس الشتاء ده أو بداية فصول الخريف هي بداية للأسف نوع قوي جدا ونوع خطير من أنواع الاكتئاب، وهو وما يسمى بالساد اللي هو اسمه السيزونال افكتيف ديسوردر، وده نوع خطير جدا من انواع الاكتئاب اللي بيصطحب بعض الناس مع بداية دخول فصل الخريف وحتى انتهاء فصل الشتاء. ايه ممكن يكون سببه او ايه ممكن تكون اعراضه؟ فئة كبيرة جدا من الناس او فئة من الفئات اللي بتتعرض للاكتئاب ده بتحس بالعزلة والوحدة وبيزيد اكلها للنشويات مع بداية فصل الخريف. فئة تانية من نفس الناس لكن اللي بتكون اعراضهم شديدة شوية، وده اللي الاكتئاب بالساد بيأثر على حياتهم وشغلهم واكلهم وشربهم، واوقات كمان بيؤدي للانتحار، وده كمان اللي اثبتته الاحصائيات وقالت ان اكبر نسبه او اكبر عدد طلاق وانتحار بيحصل في فصلي الخريف والشتاء. طيب ايه سبب الاكتئاب ده او النوع من الاكتئاب ده اللي هو الساد؟ في نظريه بتقول ان الساعه البيولوجيه بتبدا تتغير مع بدايه فصل الخريف، وده بسبب اختفاء الشمس مع بداية الفصل واللي بتستمر لنهاية الشتاء. طيب ايه الممكن الحل او ابسط الحلول اللي ممكن يعملها اصحاب الساد؟ ابسط الحلول ان هم يعرضوا جسمهم على الاقل من 5 لـ10 دقائق كل يوم الصبح للشمس مباشرة، لكن خلينا يعني نكون برضو واضحين جدا ان لازم التعرض ده يكون بدون اي حائل او بدون اي حاجز ملابس، يعني كل يوم الصبح 10 دقائق. ده اول جزء اتكلمنا فيه في فقرتنا النهاردة، وهو ما يخص الساد او الاكتئاب الموسمي اللي بيصطحب فصل الخريف والشتاء. الجزء الثاني معانا النهاردة احنا هنتكلم عن تحدي القراءة العربي، واللي هو اكبر مشروع اطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واللي اطلقه من 5 سنوات، يعني 2020 هو الدورة الخامسة ليه. مشروع كبير جدا جدا، كانت يعني الهدف منه هو التزام اكتر من 1 مليون طالب بقراءة اكتر من 50 مليون كتاب على مدار عام دراسي واحد. معانا فيديو بيوضح الدورة الخامسة، او فيديو يعني صنع خصيصا للدورة الخامسة 2020. كمان يعني الجديد في الدورة الخامسة او المختلف عن الدورات الاربعة اللي فاتوا هي ظروف فيروس كورونا، واللي كانت بعض الفعاليات بتتم عن طريق الفيديو كول او بتتم عامة عن طريق الاونلاين. السنة دي 2020 شارك اكتر من 52 دولة بواقع 96,000 مدرسة و 134,000 مشرف. تعتبر دولة مصر هي من اولى الدول او من اكبر الدول اعدادا مشاركة في تحدي القراءة العربي 2020. معانا على الهاتف دكتورة وفاء عبد البصير، محكم بتحدي القراءة العربي في مصر. هي تكلمنا اكتر عن المسابقة وتوضح لنا شوية اسئلة كده نسألها لها. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور وفاء، كلمينا عن الحافز الاساسي للطلاب، هل هو الجائزة او الدعم المادي، ولا في حوافز تانية حضرتك بتحسيها او بتشوفيها من الطلاب المشاركين؟ تمام. بداية زي ما حضرتك اتكلمتي عن مشروع تحدي القراءة العربي، هو من المشروعات الكبرى اللي اطلقتها دولة الامارات العربية المتحدة، وبيلقى اهتمام كبير من الازهر الشريف بقيادة الدكتور احمد الطيب في المناطق الازهرية المختلفة.
طبعا المشروع زي ما حضرتك قلتي ان هو شهد زيادة كبيرة من المشاركين هذا العام بنسبة 55% عن عام 2019. ده طبعا بسبب الحوافز المختلفة والمتنوعة اللي بيقدمها مشروع تحدي القراءة العربي، سواء كانت حوافز مادية او حوافز معنوية. الحوافز المادية بتبقى عبارة عن هدايا عينية مادية وجوائز قيمة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وطبعا بعد الوصول للتصفيات النهائية بعض الطلاب المشاركين اللي بيصلوا لهذه التصفيات بيسافروا لدولة دبي بجانب الجوائز اللي بيحصلوا عليها. أما بالنسبة للحوافز المعنوية اللي بتدفع الطلاب للمشاركة أكتر من مرة زي ما احنا بنشوف في المسابقة، بنلاقي ان الطلاب بيبقى فيه تكريم من الادارات التعليميه المختلفه تبع المناطق الازهريه، ده وبيلاقوا بيكون دعم تركيم من جميع تكريم مركزي غير التكريم اللي هو بالظبط الدولي. ايوه تمام. بالظبط يا فندم. طيب حضرتك، يعني من وجهة نظر حضرتك برضو كعضو لجنة تحكيم في تحدي القراءة في مصر، ايه بتشوفي يعني ايه دور لجنة التحكيم سواء في التحكيم او قبل تجاه الطلاب يعني؟ تمام، طبعا للتحكيم دور مهم جدا في المشروع من خلال ان احنا بنوفر جو من الراحة والطمأنينة للطلاب، وخاصة الطلاب اللي بيبقى عندهم حالة من التوتر. طبعا الاول بنرحب بالطلاب بطريقة بسيطة جدا علشان نزيل الحاجز النفسي اللي موجود. غير كده ان احنا كمحكمين بيبقى عندنا مصفوفة المعايير. مصفوفة المعايير دي هي اللي بتحدد لنا المعايير والمؤشرات اللي احنا بنقيم على اساسها الطلاب. طبعا ده بيضمن قدر كبير من الشفافية والموضوعية من الجوانب المختلفة، وده طبعا بيتيح قدر من العدالة لجميع الطلاب على مستوى كل المناطق ومستوى كل الدول في الوطن العربي. طبعا يا دكتور، يعني في أعداد كبيرة جدا من الكتب اللي بيتم قراءتها من ثقافات مختلفة، فمن وجهة طبعا نظر حضرتك برضو ايه دور المسابقة او تحدي القراءة العربي خصيصا في تنمية او في الدور الثقافي في المجتمع المصري تحديدا؟ طبعا التنوع اللي بيتيحه هنا المشروع للطلاب، طبعا كل طالب زي ما احنا عارفين بيقرأ بيقدم 5 جوازات، 5 جوازات بيبقى فيهم تلخيص ل50 كتاب قرأهم في مجالات متنوعة من الصفوف الدراسية من الصف الأول الابتدائي للصف الثاني عشر. طبعا ده بيتيح قدر كبير من التنوع، بيؤدي لزيادة الوعي بأهمية القراءة، بينمي عندهم التفكير التحليلي والتحليل والتفكير الناقد، بيوسع عندهم المدارك ومهارات التعلم الذاتي، بيخلي كمان الطلاب عندهم قدرة على الطلاقة اللفظية والقدرة على التعبير عن الرأي، وده طبعا هدف مهم جدا دلوقتي واتجاه عالمي في تنمية اكيد المهارات الحياتية اكيد، عند وده الطلاب. كمان اللي احنا يعني بنحسه او بنلمسه حاليا في اتجاه الدولة في تنمية الثقافة من يعني خلال المنصات اللي احنا بنشوفها سواء في التعليم الاساسي او التعليم الاونلاين النظام الجديد او على مستوى الجامعات. بالظبط يا فندم، شكرا لحضرتك يا دكتور، متشكرة العفو جدا يا فندم، لمداخلة حضرتك، ويا رب في بالتوفيق في اللي جاي. ألف شكر يا فندم، شكرا متشكرة جدا لحضرتك. لزق حضرتك. أعزائي المشاهدين، يعني كده نكون خدنا نبذة مختصرة عن تحدي القراءة العربي وخاصة عن التحكيم اللي بيحصل في جمهورية مصر. الجزء اللي معانا يعني أو الجزء اللي جاي معانا النهاردة هو عن بلاد النوبة. أراضي النوبة هي أراضي عظيمة وعريقة من قديم الزمان، سواء كان في اللغة أو سواء كان في المناطق أو في جمال يعني مناطق النوبة وأراضيها، وده اللي احنا بنلمسه دايما في المشاهد اللي احنا بنشوفها في يعني كافة دور الإعلام. معانا تقرير عن أراضي النوبة بيوضح يمكن ثقافات مختلفة أو أشياء مختلفة لا نعلمها عن أراضي النوبة للزميل إسلام العشري. نشوف التقرير ونرجع تاني. شكرا للزميل إسلام العشري على التقرير الرائع ده عن أراضي النوبة. في خرافة صينية، أو ممكن ما نقولش خرافة لأن هي حدثت بالفعل،
هي حدثت من بداية القرن العاشر وحتى القرن العشرين، وهي انهم كان بمجرد ما يتولد مولودة من الإناث في المنزل فكانوا بيقوموا بثني أصابعها الصغار ما عدا الصابع الأكبر يعني، وربطوا بضمادة يعني حد وربطه بضمادة حتى يصغر شكل قدم أو القدم يعني قدم الصغيرة. استمرت العادة دي لوقت طويل جدا جدا، لكن كانوا بياخدوا بالهم جدا وبياخدوا حذرهم من ان الضمادة دي يحصل يعني تحتها نوع من انواع التلوث، وبالتالي هي بتؤدي لوفاة المولودة. كانوا الصينيين قديما يعني بدأ اول ما بيبدأوا يعملوا كده هم كانوا بيبينوا للناس قد ايه هم فخورين يعني بولادة مولودة صينية، خاصة ان عندهم يعني اسطورة قديمة بتقول ان في بنت عجبت الامبراطور، والبنت دي كان يعني حجم قدمها 7 سنتي، ومن هنا بدأ ان هم يعملوا هذا الشيء. اتقسموا بعد كده البنات الصينيات ل3 فئات، الفئة الاول اللي بتكون اقدامهم 7 سنتي، ودي يعني في المجتمع كانت بتبقى البنات اللي بتلاقي يعني زواج زوج من فئة اجتماعية ثرية جدا ومن فئة كبيرة. الفئة الثانية اللي هي 10 سنتي، ودي كانت بتبقى اللي بعد كده يعني بتاخد من فئة حد من فئة اجتماعية اقل. اما البنات اللي كانوا اهليهم بيرفضوا ثني الاقدام بهذا الشكل فكانوا لا يتزوجن، وكانوا بيعتبروهم اقل فئة في المجتمع واللي هم الخادمات. 1990 1999 اتقفل آخر مصنع بيصنع الأحذية بشكل زهرة اللوتس، وده بسبب وفاة أكثر من بنت بسبب تلوث قدميها تحت الضمادة. أما السيدات الصينيات اللي لسه موجودين بهذا الشكل فهم فقط الذين عاصروا الوضع قديما. بكده تكون انتهت فقرتنا النهاردة، ودلوقتي معاكم مع الفقرة الرياضية مع زميلي محمد عبد السلام.